السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم الوصفة نتاع الآيس كريم أو الكلا كريم. احنا نعطيكم المقادير نتاع نيسلي، حليب النيسلي. عندي هنا كاس سكر غلاس وكاس لحظة أو كاس حليب البودرة، عندي نص كاس ماء سخون يكون سخون بزاف، وملعقة لافاني وملعقة نتاع مارغارين، ملعقة تكون تاع قهوة، ملعقة صغيرة. وعندي الميكسور، عندي البغا ميكسور. اللي ما عندهاش البغا ميكسور تقدر تستعمل طاس. هنا راح نبدا باول حاجه، راح نفرغ الكاس تاعي تاع سكر غلاس. القيس نتاع الكيس ما نقدرش نعطيكم قد فيه المليليتر، بصح تقدروا اي كاس تستعملوه، المهم يكون نفس القياس. هنا ندير الكاس نتاع الحليب البودرة كما شفتوا، عندي سكر غلاس سكر ناعم او سكر رطب، وهنا عندي نص كاس ما سخون يكون سخون بزاف. نفرغ بشوي دوك يذوب معايا، راح ها شوفوا دوك يهبط. اها كما قلت لكم نص كاس ما سخون يكون سخون بزاف. الكاس لازم برك يكونوا نفس القياس، ماشي شرط نعطيكم القيس. هنا عندي البغا ميكسور ونميكسي، لازم يتميكسا مليح، بقاو تميكسي وتميكسي وحتى تحصلوا على كريمه هكذا تكون ليس. كما قلت لكم كاس اي كاس يقدر تقيسوا به، فيه 200 مليلتر او 220، المهم نفس القيس نتاع اللحظه هو تاع او حليب البودره هو نفس القيس نتاع السكر، سكر ناعم او سكر غلاس. هنا بعد ما خلطته مليح راح نضيف الملعقه نتاع الملعقه الصغيره نتاع المارغارين. اي انتم تحبوا ديروا مارغارين، تحبوا ديروا زبده، واش عندكم. ميكسيوه مليح توجور كما قلت لكم بالميكسور، تخلطوه مليح. هنا راح نضيف ملعقه صغيره نتاع لافاني، وتبقاو تخلطوا. بعد ما يتخلط مليح راح نفرغوا، يكون سائل على كل حال، مش راح يجمد لكم، حتى نديروه في علبه محكمه الاغلاق ولا بلاره ولا واش عندكم، وتوضعوه في الثلاجة عادي، يعني ماشي في الكونجيلاتور، في الثلاجة عادي. وإذا كان عندكم الوقت ومش زربانين تقدروا تخليوها كما اليوم حتى الغدوة، وإذا كنتوا زربانين خليوها زوج سوايع ثلاثة واستعملوه، ما كاينش مشكل. هنا ها هي حنديرو في تشوفوا كيف راهو أو سائل، سي نورمال باسكو الماء تاعي سخون، بعد ما راح يبرد راح يولي راح يجمد شوية. هذه الوصفة هذه تاع النيسلي راح نستعملها في الايس كريم اللي راح نديرو معكم بعد ان شاء الله. هاو كيف القوام اللي تحصلت عليه، شوفوا نديروه هنا في بلارة تاع الزجاج. وانتم واش عندكم، تحبوا بلاستيك تحبوا في علبة، المهم يكون محكم الاغلاق. هذه الوصفة تاع النيسلي تحكم لكم سمانة، لازم تستعملوها في ظرف أسبوع. هنا راني فرغتو، نغلق عليه ونديرو في الثلاجة كما قلت لكم، مش حنستعملو دوكا، رايح نخليه يبات، وغدوة إن شاء الله ندير لكم آيس كريم من بعد تشوفو معايا. هنا الغدوة من داك شوفو كي شوفو كيفاه ولا خاثر جا، يعني جا حليب النيسلي تاعي روعة. ها من بعد ان شاء الله راح ندير مباشرة نعطيكم وصفة لاكريم او الايس كريم.
هنا راح نعطيكم المقادير تاع الايس كريم. هنا عندي كاس كريم، عفوا، هنا عندي كاس نتاع بودره لا شونتيي، وعندي نصف كاس نتاع حليب النسلي كما قلت لكم انا كنت حضرته معاكم، وعندي نصف كاس تاع كريمه طازجه، وعندي كاس حليب. حليب ديروا نتوما تاع شكاير ولا واش عندكم، انا راح نستعمل الحليب واش عندي. وعندي هاد النكهتين نتاع لاباني، الفلون فاني والفلون شوكولا. اذا كنتو تحبوا نتوما نكهه البيستاش ولا نكهه الفريز استعملوا نكهات اخرى، ما كاينش مشكل. احنا راح نديروا فاني شوكو، هذا هو الكريم اللي نحبو. خليكم ان شاء الله بعد تشوفوا الوصفه. انا نعطيتكم المقادير ونبدا ان شاء الله في الوصفه. هنا ديروا اي واش عندكم، ان بول ولا، ولازم الباتور، لازم لكم خلاط كهربائي، واللي عندها بيتران تستعمل بيتران. انا ما حبيتش ندير بيتران، كاين اللي ما عندهمش، قلت ندير الباتور هكذا باش كامل يستفادوا. اول حاجه راح نبدا بكاس نتاع لا شونتيي، كما قلت لكم ما نعطيكمش القيس قد نتاع الكاس. اي كاس قستوا به لا شونتيي راح تقيسوا به كامل المواد. كما قلت لكم كاس لا شونتيي، راح ندير كاس حليب، هنا نصف كاس نتاع كريمه طازجه او كريم فريش، وعندي نص كاس نتاع نسلي، حليب نسلي، والخلاط الكهربائي، ونخلط. هنا ها شوفوا خلطوا حتى تطلع معكم، ترجع هكا تضاعف الكميه. هنا راح نحبس تخلاط حتى دوكا. هنا رايحه ها على واش تحصلت. مازلت كي نضيف الفلون فاني والفلون شوكولا راح نزيد نخلطو، راح يزيد يطلع معايا اكثر من هكا. رايحه هنا عندي نقسمه الى قسمين، ندير كما قلت لكم نص بالنكهه الفلون شوكولا والباقي باللاباني. هنا راح نبدا بنكهه لاباني، عندي زوج ملاعق كبار نتاع فلون فاني، واللي يحب اللون يكون اصفر قامح يقدر يستعين بالملون، ملون غذائي. درت ملعقتين كبار ونبقى نخلط. كما تعرفوا الفلون فيه هذاك الحبيبات تاع السكر احرش، لازم حتى يذوب هذاك السكر معايا، ومام طون راح يضاعف لي الحجم، يزيد يكمل باش يضاعف. ها نبقى نخلط صدقوني هذه الوصفه بنينه بزاف، وتجي كيما نتاع المحلات او احسن. هنا بعد ما خلصت نتاع لافاني لو غوفاني، دوك راح ندير نكهه الفلون شوكولا. عندي نفس، عندي زوج ملعقة او ملعقتين كبار، زوج مغارف كبار نتاع فلون شوكولا. ها اللي يحبوا يكون لونه يكون بني قامح تقدروا تخلطوا له ملعقه كبيره نتاع كاكاو، كي نفس الشيء تبقاو تخلطوا حتى يذوبوا هذوك حبيبات تاع السكر نتاع اللي موجوده في الفلون. هو الفلون على كل حال يعاونوا ويعطيه نكهه مليحه، وميم طون يعاونوا في يجيكم لاكريم تاعكم بنين بزاف وخفيف. ها هنا بعد ما خلطت كامل دوك نديرهم في علبه اللي تكون محكمه الاغلاق، راح نفرخها في هذه العلبه، هذه ندير نكهه شوكولا. كما قلت لكم انا هاو اللون اللي تحصلت عليه ماهوش قامح بزاف. نغلقها نحطها بجهه
ونكمل نفرغ الذوق فاني، الكريم اللي بالذوق فاني. ها يجي خفيف خفيف. نقفل عليها كيما شتو. ها كيف جات دوك، نديرهم في الثلاجة ونخليهم يباتوا ليلة نهار كامل. الغدوة من ذاك هاني جبتهم، شوفوا هنا بعد ما جمد معايا كما قلت لكم بيت ليلة كاملة في الثلاجة أو في المجمد، مش في الثلاجة، في المجمد، وضعتهم في المجمد. دوك راح نوري لكم، عندي هنا شويه ما تاع سخون، وعندي هذه الاله هذه اللي ندير بها لاكريم وندير. ها شوف، ها هذا هو لاكريم اللي تحصلت عليه، بنين بزاف، نوريه لكم. فوالا كما قلت لكم نتوما والذوق تاعكم، تحبوا ديروا فراز ديروا نكهة الفراز او ذوق الفراز، كل واحد وش عنده. هنا نقول لكم مع السلامة والى فيديو قادم ان شاء الله.